كتير واحدة نجمة مصر عشان المجتمع اتغير خالص. احنا بالعكس في الفترة بتاعتهم كانوا الستات اللي بيجيبوا فلوس مش الرجال. يعني كانت وقتها فترة كان سينما المرأة هي اللي كانت سينما الستات هي البطلة اللي كانت بتجيب. المجتمع اتغير. بصي السينما هي واجهة للمجتمع. الناس بتقول لك ليه بيعملوا في السينما كده؟ لا المجتمع بقى كده لان كل المجتمع هم العيال الشباب العشوائيات. انا بقول احنا عايشين في عصر العشوائيات، كله عشوائيات مش مباني، عشوائيات في كل حاجة. ناس تطلع متعرفيش طلعت منين، مفيش مش ما هماش كفء لانهم يبقوا نجوم، ما مش تلاقي واحدة بقت نجمة وانت مش عارفة النجمة ليه، مفيش المواصفات بتاعت النجومية ولا الاداء ولا التمثيل ولا. فاحنا في عصر العشوائيات العام لكل حاجة، فلازم احنا نفكر كويس انه نغير الدنيا. هل هتتغير؟ لازم المجتمع يتغير واحنا معانا.